نعمل تمديد العذراء كل يوم. تمديد العذراء ايه؟ كل يوم. السمائيين بيفرحوا والقديسين بيفرحوا لما نعمل ايه؟ السلام لك يا مريم يا أمة القدوس، السلام لك يا مريم يا بكربة العروس، السلام لك يا مريم يا تابوت عهد النعمة، السلام لك يا مريم يا صبر لني غدامة، السلام لك يا مريم يا جنة راوي فردوس، السلام لك يا مريم آمنت غير محسوب، السلام لك يا مريم يا خليلة سليمة، السلام لك يا مريم يا دواء يمرض تعبان، السلام لك يا مريم يا ذات البكورية، السلام لك يا مريم يا رجاء المسيحية، السلام لك يا مريم يا درع طاهر مبروم، السلام لك يا مريم يا سلمى من الشرور، السلام لك يا مريم يا شفاعة المؤمنين، السلام لك يا مريم يا صلاح للخطيئين، السلام لك يا مريم يا ضياف البرية، السلام لك يا مريم يا طهرة ونقية، السلام لك يا مريم يا زهرة بأجلتي، السلام لك يا مريم يا عروسة للديان، يا مريم يا دنيا وسمينة، السلام لك يا مريم يا فاضلة وأمينة، السلام لك يا مريم يا قوية في الحروب، السلام لك يا مريم يا كنز الله المرجو، السلام لك يا مريم يا لوح العهد الجاري، السلام لك يا مريم يا معونة لمن يريد، السلام لك يا مريم يا نسل طاهر مقبول، السلام لك يا مريم يا هيكل نقي مربوط، السلام لك يا مريم يا والدة الإله، السلام لك يا مريم يا لائقة له تعلى، السلام لك يا مريم يا يقود بال الأسماء، السلام لك يا مريم يا غرف البستان، تبشر اسمك في أفواه كل المؤمنين، الكل يقولون يا إله العذراء مريم أعلى أجمعين. Yeah.